لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. خبر مهم كده انا سألت ودورت فيه، بتفرج على فيديو للغالي علاء حمام اللي في قناة سترايكر، حد من اخواتنا المتميزين جدا على السوشيال ميديا وحد من الناس الخبرية اللي انا بحترمها، وده خلي بالك واحد ان لم يكن الافضل في تغطية اخبار نادي الزمالك فهو من الافضل، يعني تقول له من افضل ثلاثة مثلا ولا حاجة ان لم يكن الافضل بينهم كلهم يعني. فلقيته بيتكلم عن مفاوضات ان مرتضى عاوز يجيب حسين الشحات، فمسكت الورقة والقلم، حسين الشحات ايه؟ فقمت يعني عقده بينتهي بنهاية الموسم اللي جاي، وقال هو ده اللاعب الوحيد. لا مش هو اللاعب الوحيد يا عم علاء، ركز معاي، انت في الزمالك بنمشي وراك، في الاهلي تمشي ورا الاسطورة. الاهلي فيه اربع لعيبة بينتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، مش نهاية الموسم الحال، يعني يحق في يناير لأي حد الحصول على توقيعه. فمرتضى قاعد في وسط الرجالة فقال لك ان احنا بنفوت حسين الشحات وعاوزين حسين الشحات. طب اشمعنى اخترت حسين الشحات؟ لان حسين الشحات هو اللي لوكله كتير في التجديد، هو اللي طلع مع ياسمين عز في ام بي سي وقال لها كلموني وكان جاي لي عرض من السعوديه، قلت له امشي ولا مش، قال احنا عايزينك وهنجدد لك ومحدش سال فيا بعد كده. المهم يعني، فبالتالي هو اللي اتكلم في الموضوع ده وفتح هذا الموضوع وخلى مرتضى يتحمس لهذه الصفقه. تاني حاجه، اخو محمد بيتكلم كتير في المواضيع دي والاهلي ما بيحبش كده يا سحس، ركز شويه. فانا خدت الخيط من حمام اللي انا بقول له ياد لازم تكتب كوميدي، يالا ياد لازم تكتب كوميدي، والله لو كتبت كوميدي هتكسر الدنيا، سيبك من الرياضه، الرياضه مش هتاكلك عيش يا حمام، ركز في الكوميدي. خدت الخيط منه وتواصلت مع المسؤولين في النادي الاهلي، فقالوا لي مش لاعب واحد بس اللي بينتهي تعاقده بنهايه الموسم المقبل اللي هو 22 23، لا ده في ثلاث لعيبه بجانب حسين الشحات. ثلاث لعيبه دول مين؟ ياسر ابراهيم قلب الدفاع، اسد خط الدفاع، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد بجانب حسين الشحات. طب يا جماعه ما بتجددولهمش ليه؟ ماشي، قال لك واحنا شايفين قدامنا، ما انت شايف اللعب كل شويه كل 72 ساعه، مش شايفين قدامنا، وده كلنا اهوت مع الكابتن امير توفيق في المستشفى بنشوف والده شفاه الله وعافاه، فبالتالي يا رب ادعوا له بالله عليكم يعني، لان امير مخضوض جدا والناس كلها واقفه معاه في المستشفى، ودعوات جمهور قال العظيم ليه يعني، ربنا يشفيه ويعافيه والد الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات والتصوير. فقالوا احنا كلنا اهوت، وبعدين ده لسه نهايه السنه الجايه، يعني انا لما اقعد من يعني اتفاوض معاه في الصيف بعد الدوري، اتفاوض معاه بعد بطوله افريقيا، لكن هاجي واللعب شغال كل 72 ساعه اقول له تعالى يا حسين نخلص امورنا وتجدد تعاقدك مع النادي الاهلي القلعه الرياضيه العظيمه حتى تطمئن على مستقبلك، هو كان مستقبله متاثر؟ ده الناس عدى يناير وبقينا في شهر 5 ولعيبه الزمالك لسه ما جددتش، ولا حد فيهم جد، واللي راح طالب التجديد زي حازم امام ما حدش جدد، فبالتالي احنا لسه قدامنا فرصه ما تعرفش الدنيا فيها ايه. طيب ايه بقى اللي جاب سيره حسين الشحات ومرتضى؟ مرتضى قاعد في وسط الناس في نادي الزمالك قال لهم حسين الشحات هنمضيه مع في يناير اللي جاي، وبنتكلم معاه وفاتحين قنوات اتصال معاه، وهيبقى صفقه جامده جدا جدا جدا، هو ده اللعيب الوحيد اللي في الاهلي اللي بينتهي تعاقده الموسم القادم. لا يا عم انا بقول لك في اربعه اهوت مش واحد بس، حسين الشحات، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، رامي ربيع، اللي بينتهي الموسم اللي بعديه عمار حمدي ومحمد محمود واحمد عبد القادر. شوف انا بجيب لك كل حاجه اهو عشان تبقى انت في الصور. فدول بينتهي موسمهم في 23، لو انت عاوز تتفاوض مع حد فيهم اتفضل، الاهلي ما بيش قافل الباب، بيقول لك اتفضل ما فيش مشكله، اللي يوافق انه يمشي مع الف سلام. ففيما يخص مرتضى اللي قال كده، لدرجه ان الكابتن ايمن منصور طلع قال لك ان احنا بنفاوض لعيب، مرتضى بيبي بيفاوض لعيب اساسي وبيلعب في نادي الزمالك في النادي الاهلي وفي التشكيله الاساسيه وحكايه وروايه. كابتن يا رب عصام مارع مش ايمن منصور، عصام مارع. فقلت يا رب هو في ايه؟ يعني انت عاوز ايه الفكره؟ الفكره احنا ناخد لعيب من الاهلي، طب ما الاهلي دلوقتي لو عاوز ياخد ابو جبل ياخده، عاوز ياخد بن شرقي ياخده، عاوز ياخد طارق حامد ياخده، عاوز ياخد اي حد ياخده. ما في سبعه في نادي الزمالك ما جددوش وانت ما جددلهمش. فيجي بقى بعض الجمهور يقول لك الحق، ما تلحقش ولا حاجه، اتقل. هو الاهلي النهارده يجدد للناس ديت
وانت لسه ما شفتش مستواهم السنه دي والنص الجاي من السنه الجايه. طب ما خلينا للصيف، مش عارفين مستواهم ايه في الماتشات اللي جاي، مش عارفين مستواهم ايه، هيعلى هينزل هكذا، مش عارفين ايه اللي هتشوف، مش عارفين الناشئين مين هيغطي عليه، مش عارفين مين فيهم نفسه يعار يطلع سنه اعاره ولا حاجه ويجدد او يجيب فلوس او يتباع او حاجات بالشكل ده. فالفكره ما تتخضش لما مرتضى يسرب انه متفاوض مع حسين الشحات، واوعى تقلق لان اللي هيمشي من الاهلي هو اللي خسران في راي الشخص، واكم من نجوم مشوا من النادي الاهلي وهو هم اللي خسر. احمد فتح شوفوا كان في الاهلي عامل ايه، منور رمضان صبح كان فتى مصر الاول، اعلانات وحكايه وروايه. عبد الله السعيد ولهم كل الاحترام، شريف اكرامي لا، شريف اكرامي كان في الاهلي والناس زعلانه منه بعد ما خسرنا بطولات افريقيا ماشي، وكانوا عاوزينه يمشي، بقول لك حق ربنا يعني. ففي ناس بتبقى في النادي الاهلي وجودها مهم، لكن الجمهور ما يزعلش عليها لو مشيت، لو باعت وراحت نادي الزمالك او باعت وراحت بيراميدز. ثم هل واحد حسين الشحات النهارده يعني اتجنن في عقله، اتجنن في عقله يسيب النادي الاهلي اللي عارف فيه فلوس وبياخدها بانتظام وباحترام، ويعني بيطلع يبوز ويكشر ويفك البتاع العرقه بتاعته دي ويرميها ويبقى موسيماني بيبص له حاجه؟ لا يا ابني، النادي الاهلي مش هيفرق مع ان حسين الشحات يمشي، لكن مرتضى يفرق مع ان ياخد لعيب. فانا بقولها اهوت على الملأ عشان الناس تبقى عارف، حسين ايه الزمالك عاوز حسين الشحات عشان يقول يا خطيب انا خدت من عندك لعيب. هذا الاسلوب الذي ينتهجه حسين الشحات وشقيقه لن يؤثر او لن يحسن علاقه حسين الشحات باداره الاهلي، بالعكس ده هيخلي اداره الاهلي تعاني. وانا بقول لك مش هيجددوا له دلوقتي. انا ما سالتش حسين ايه اللي حصل ولا اعرف تفاصيل منه، معلوماتنا من مرتضى واعوان، مرتضى واعوان الكلام مع حسين الشحات. مرتضى لو عرفت تاخد حسين الشحات خد، بلاش يا عم، لو عرفت تاخد ديانج خد، بلاش يا سيدي. مين احسن لعيب تاني في النادي الاهلي؟ محمد الشناوي، لو عرفت تاخد محمد الشناوي خد عادي يعني، حقك حقك. انت بقول لك ايه، ابعت طلبات رسميه لشير حسين الشحات، والله العظيم لو بعت طلب رسمي لشير حسين الشحات لا ادعم هذا الطلب. ليه بقى؟ ماشي يا عم، ايه عايزه خده خلاص، ماشي بقى في عقده سنه ادفع فيه كذا خده خلاص، الف مبروك عليه. المشكله يعني، المشكله يعني موارد تبقى انت عارف ايه الايجابيات وايه السلبيات اللي عند اللعيب ده وما انتش محتاج. ماشي طيب، لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين عشان داخلين لحاجة مهمة. ايه هي؟ نروح لموضوع مهم تاني فيما يخص نادي الزمالك. نادي الزمالك قلعة رياضية عظيمة لها كل الاحترام وكل